عايزينكم بقى تركزوا في المحاضره دي. مش هيركز على اللي حصل له ايه. المحاضره اللي فاتت كانت بيولوجي والمحاضره دي انجينير. انتوا تصحصحوا معايا. هو انا اول ما عرفت المحاضره دي محمود عبد الكريم في الامريكان اكاديمي من اسبوعين قال لي انت عارف ان انت ليك محاضره في الساينتفك دي هتدي ترايبولوجي اند كوروجن وضحك. طب على كده معلش امرك لله. قال لي انا حاولت ادافع عنك بس هو معلش قال وهتدي ترايبولوجي. انا كنت هقولها يا شريف. حد فيكم عارف يعني ايه ترايبولوجي؟ محمود عبد الكريم. اللي عارف كده يرفع ايدك. شفتوا معايا؟ حلو معانا اثنين عارفين خلاص ما تتكلموش خالص. حلو قوي. طيب ترايبولوجي هي ترايبوس معناها رابي فهي it means in Greek terms the rubbing site. وهي كل ما يتعلق بالانتراكتنج سيرفيسز ان ريلاتيف موشن يعني اي اثنين سيرفيسز بيتحركوا اجينست ايتش اذر ده اسمه ترايبولوجي. والترايبولوجي هي باختصار الساينتفك اند تكنيكال اسبيكتس اوف ثلاث حاجات فريكشن وير اند لوبريكيشن. هما دول الثلاث كلمات اللي عايزين تطلعوا بيهم النهارده فريكشن وير اند لوبريكيشن بس حاجه ثانيه. اول حاجه الانجليز كونوا كوميشن سنه 66 جابوا ناس قالوا لهم انتوا مسؤولين انكم تقولوا لنا كل التكنيكال اسبيكتس والساينتفك اسبيكتس اوف ترايبولوجي فريكشن وير اند لوبريكيشن. فالترم ده اتحط سنه 66 بس من قبل كده بكتير من اول الانسان القديم هو اول واحد اكتشف الفريكشن كان بيحك حاجتين في بعض يعملوا نار. وبعدين المصريين القدماء في 3500 سنه قبل الميلاد كانوا عشان يلينوا العجل بتاع الشاريوتس كانوا بيحطوا لاذر بين الاكسل والويل. فالفريكشن واللوبريكيشن والحاجات دي اكتشفوها من زمان قوي. وبيقولوا ان المصريين القدماء عشان يطلعوا الستونز الكبيره بتاعت الهرم كانوا بيستعملوا ووتر واويل وفات عشان يزحلقوا الستونز دي بسهوله. فهم دول اكتشفوا الكلام ده من زمان قوي. طب ايه علاقتنا احنا بالموضوع ده؟ مالناش دعوه خالص. علاقتنا احنا هي البايو ترايبولوجي. البايو ترايبولوجي هي كل ما هو في الترايبولوجي يخص البيولوجي. يعني الحاجات ليها علاقه بالطب. فور اكزامبل عشان تحسوا بس انكم محاضر العقل. الناتشورال ساينوفيال جوينت. اوكي؟ الناتشورال ساينوفيال جوينت از ان اكزامبل اوف ترايبولوجي. فول اكزامبل. وهنتكلم عليها ليتر اون دي كيس. وان كونتراست التوتال جوينتس اللي احنا بنعملها والبيرنج سيرفيسز العكس كومبليتلي. is an imperfect example of tribology. واحنا بنحاول نوصل للperfect example او الناس بيحاولوا يوصلوا للperfect example. اوكي؟ اول واحد اتكلم في التريبولوجي اللي ليها علاقه بالاورثوبيدكس كان سير جون شارلي سنه 79 عشان جرب يعمل total hip replacement using teflon على اساس ان هو الفريكشن فيه is very low بس للاسف لقى فيه ان الوير is very high. اوكي؟ طيب نتكلم على الديفينيشنز. احنا قلنا هنتكلم على ثلاث حاجات فريكشن وير اند لوبريكيشن. الاكزامبلز غير كده في الطب حاجات كتير قوي. احنا بالنسبه لنا الوير في السكروز اند بليتس وفي التوتال جوينتس والناتشرال جوينت سبيس. اذروايز في حاجات كتير قوي زي الكونتاكت لانسز والوير اوف دنتشرز والفريكشن بتوين ذا سكين اند جارمنتس واكزامبلز كتير قوي مالناش دعوه بيها. ننتقل للديفينيشنز. في حاجه مهمه الترايبولوجي محتاجه اربع محاضرات. اوكي؟ فانا اي تراي تو ادجست المعلومات اللي نقدر نحطها في 20 مينتس بحيث انكم تعرفوا البيزكس اوف ترايبولوجي من غير ما نخش في تعقيدات. التعقيدات اللي عايز يقراها هديكوا في الاخر الحاجات الريدنجز اللي ممكن تقروا منها اقروا زي ما انتم عايزين. الموضوع مفتوح للجميع. اوكي؟ وات از فريكشن؟ الفريكشن ارايزز من الانتراكشن بتوين موفينج بوديز ان كونتاكت بتعمل هندرنج للموشن او بتبريفنت موشن. اللي بتهندر الموشن اسمها سلايدنج فريكشن واللي بتستوب الموشن اسمها ستاتيك فريكشن. يعني اي اثنين بوديز بيتحركوا اجينست ايتش اذر اوكي وار ان كونتاكت يبقى في بينهم فريكشن. يعني باختصار ان سمبل ووردز ريزيستنس تو موشن. اي حاجه تعيق الحركه اسمها فريكشن. اوكي؟ نعقد الموضوع شويه. فريكشن هي الانترودكشن ترانسفورميشن اند ديسيبيشن اوف انرجي. يعني لازم في الفريكشن انرجي تخش في السيستم تتحول لصوره ثانيه من الانرجي تطلع سام سورت اوف انرجي وتعمل لوس اوف ماتيريال.
يعني ايه الكلام ده؟ عشان نفهم الكلام ده هشرح لكم يعني ايه ترايبو سيستم. الترايبو سيستم يتكون من 4 elements: body, counter body يعني 2 bodies in contact, interfacial material, okay, و environment. خدوا example ال knee joint for example, ده tibia, femur, synovial fluid هو interfacial material, و environment هنا اللي هو temperature of the body وال oxygen concentration as a simple example. طب فين هنا الانرجي اللي دخلت؟ الانرجي اللي دخلت هي اللود اللي اتحط هو ده الانبوت، والانرجي دي تحولت الى ورك او موشن هبتدي اتحركه، وهتطلع لك ايه اوتبوت؟ هتطلع لك ورك او موبيليتي او حركه، وفي نفس الوقت هتعمل واير، يعني السطحين اللي بيتحركوا اجينست ايتش اذر هيحصل لهم واير. اوكي؟ This is the simple example. فهمتوا ايه ترايبو سيستم ده؟ باختصار كده. في فاريبلز كتير اكتب عليه اللود اللي نازل قد ايه، تايم اوف ابلكيشن اوف ذا لود، سرعه الحركه بين الاثنين دول قد ايه، السيرفيسز دي ار سموث اور رف. باي ذا واي هتقروا دايما في الفريكشن ان حتى ذا سموث سيرفيس اللي انتوا بتشوفوها بتاعه التوتال لبس اللي بتبقى ناعمه قوي دي وبتلمع، ما هي سموث اندر ذا مايكروسكوب ات از رف. اوكي؟ مفيش سيرفيس في الدنيا ابسولوتلي سموث. طب يعني ايه وير؟ احنا قلنا هيحصل لما تحط لود والبروتين يتحرك ويحصل فريكشن هيحصل وير. يعني ايه وير؟ وير يعني progressive loss of material، يعني في material هيروح من السيرفز اوف ذا سوليد بادي باي ايه؟ due to friction. لما الحاجتين يحركوا في بعض في material هيفقد. يهمنا فين الوير ده؟ يهمنا احنا في شغلنا في البيرين سيرفيس، في المفاصل الصناعيه. في المفاصل الصناعيه الوير بيقلل الفانكشن بتاعت المفصل لما المفصل يبقى فشل، بيحط علينا ريفيجن كوست لان الناس تخش تشيل المفصل ده تعمل له ريفيجن، وكلنا بنقول كده العادي المفصل ده مش هيعيش على طول، هيحصل له ريفيجن ليه نتيجه ايه؟ وير. والوير ده بيعمل ايه؟ بيطلع بارتيكل دابريز او يعني دابريز بتطلع في التيشوز، ودي بتعمل ادفيرس تيشو رياكشنز، تعمل لنا ايه؟ اوستيوليسيس، والاوستيوليسيس تعمل ايه؟ سيبتك لوسنينج والمفصل يبوظ، او في مثلا ميتال اون ميتال هيحصل ميتالوزس مثلا. اوكي؟ طيب الناس ركزت في الوير على فوليوم وبارتكلز الاثنين، لان الاثنين يهمونا قد ايه بيحصل وير، والبارتكلز اللي بتطلع كبيره ولا صغيره شكلها ايه، هتنزل في الفلويد ولا مش هتنزل اند سو اون. اوكي؟ والدكتور محمود قال لكم في المحاضره الصبح لينير وفوليومتريك وير وحاجات كده، الموضوع ده كبير قوي مش عايز اخش في الديتيلز بتاعته. بلس الموضوع الفريكشن عشان احنا اتكلمنا عليه ان فيري سمبل تيرمز، هي الفريكشن ليها حسابات كتير قوي، هم بيحسبوا الفريكشنال ريزيستنس والفورس، وبيحسبوا حاجه اسمها كوفيشنت اوف فريكشن بتاع كل ماتيريال، ولقوا ان في البادي مفيش مفصل بيتحرك حركه لونجيتيودنال كله تورك، فبيحسبوا حاجه اسمها فريكشنال تورك. مش مهم الكلام ده معقد، هتلاقوه كله عباره عن فورمولاز كده مكتوبه في اي بيبر او اي كتاب. اتس تو كومبليكيتد ان احنا نغطيه وذين lecture. اوكي؟ ايه هي types of wear؟ abrasive. abrasive يعني باختصار displacement of material by hard particles زي الصنفار. اوكي؟ النوع الثاني adhesive. adhesive يعني two surfaces هيتحركوا against each other وهيحصل loss of material from one surface to the other by solid phase welding. ثالث واحد fatigue، ده بيحصل removal of material بيحصل due to cyclic stress variations. برضو types of wear دي مش مهم قوي تعرفهم ان ديتيلز كلهم، اقروهم كويس ان ديتيلز، بس هي الفكره ان بعد ما نخلص التايبس هتعرفوا ان كل التايبس دي ممكن تحصل ات ذا سيم تايم او سيمالتيني او كونسيكونت، يعني واحد يحصل وراه ثاني. في تايب اسمه ايروسيف وير، الايروسيف وير ده ممكن يحصل لوحده، ممكن يحصل فور اكزامبل افتر ابريسيف وير، يعني لما الابريسيف وير يحصل هتنزل بارتكلز فور اكزامبل لو هو مفصل في الساينوفيال فلويد، البارتكلز دي هتبتدي تحك بين التو سيرفيسز تقوم تدينا ايروسيف وير. والايروسيف وير ده في منه تو تايبس اللي هم امبنجمنت ايروجن وابريسيف ايروجن. دول الاربعه تايبس ار ميكانيكال تايبس اوف ذا وير. في كيميكال تايب اوف وير اللي هو الكوروسيف. الكوروسيف ده بيبقى زي الاوكسيديتيف وير، ده نتيجه بقى كيميكال او الكتروكيميكال رياكشن، ما هوش نتيجه احتكاك. اوكي؟ والكوروسيف وير ده يعني في ناس ممكن ما تسميهوش تايب اوف وير، هنتكلم على الكوروجن ان ديتيلز في الجزء الثاني من المحاضره. طيب انا عشان امنع الفريكشن بتوين تو سيرفيسز واقلل الوير احط ايه؟ لوبريكنت. ده زي موتور العربيه، هتحط زيت عشان
البستر ما يحكش في الشميزات. Adding lubricant between two surfaces to decrease the friction and consequently to decrease the weight. ايه انواع اللوبريكيشن؟ كتير قوي. دكتور علي رضا متهيألي جاب سيرتهم فهو راح فين وغيره. في كذا نوع، في فلويد فيلم لوبريكيشن اللي هي تحط فلويد بين التو سيرفيسز، في باوندري لوبريكيشن اللي هي انذر بادي ان بين ذا تو، يا اما ميكس الاثنين مع بعض. الصوره دي فيها خمسه لوبريكيشن ريجيمز، بس الخمسه دول فيهم حاجات برضه ليتل بيت كومبليكيتد ان احنا نشرحهم دلوقتي، ينطبقوا على النورمال سينوفيال جوينتس. ولما تقروا شويه في الموضوع هتلاقوا ديتيلز كتير قوي على الالكترو هيدروداينامك والويجن. طيب عشان نقلل الوات، احسن حاجه في الدنيا نعمل ايه؟ فلويد فيلم لوبريكيشن. احسن حاجه في الدنيا انك تحط فلويد بين التو سيرفيسز عشان ما يحكوش في بعض، كده مش هيحصل وات خالص. مش هيحصل؟ هيحصل ازاي؟ يو كان نوت ستوب وات. ليه؟ لان انت ايفن مع الفلويد فيلم لوبريكيشن ستيل هيبقى في اوكيشنز الفلويد فيلم لوبريكيشنز ده مش شغال، زي فور اكزامبل في مفاصلنا احنا ستارت اند ستوب. اوكي، لما نبقى قاعدين ستيشنري بقى لنا ساعتين ونبتدي نقوم بيبقى الفلويد فيلم لوبريكيشن لسه ما اشتغلش، فكونسيكونتلي ما تقدرش تمنع الواد، يعني برضه هيبقى في واد. واد كان ايفن اوكر حتى لو تو سيرفيسز، قال لك لو تو سيرفيسز حتى مش ان كونتاكت هيحصل. ليه؟ لان في فاكتور اللي هو الفتيج، في فاكتور اللي هو الايروجن. الايروجن احنا اتفقنا ان الايروسيف وير دي بارتكلز بتقع في الفلويد وتؤدي الى وير بين التو سيرفيسز مع ان هما نوت ان كونتاكت، دي بارتكلز واقعه في الفلويد. اوكي، طيب ننقل بقى للعظم، يعني خلاص اتكلمنا على هندسه لما شبعنا. ايه علاقه الكلام ده بيكم انتوا بقى؟ ها قلت بقى ايه علاقته بينا احنا في العظم؟ ارثرو بلاستيز. بالظبط كده. الوير ان توتال هيب، لو خدنا التوتال هيب وفكرنا فيها از ترايبو سيستم، يبقى البول از ذا بادي. اوكي، والسوكت هيبقى الكاونتر بادي، والساينوفيال فلويد يبقى الانترفاشيال ماتيريال، والانفايرمنت هنا از كنترول باي ذا بادي، تمبرتشر الاكسجين بريشر مش عارف. اوكي، للجوينت ريبليسمنت لقوا ان ريليس اوف وير دابريز، يعني لما بيحصل وير بينزل بارتيكلت دابريز او بارتيكلت ماتر بطريقتين، لينير وفوليومتريك زي ما محمود قال، ودول هم اللي بيكونترول الانتنسيتي اوف ذا بايولوجيكال رياكشن. يعني ايه؟ يعني كل ما البارتيكلت دابريز اللي تنزل تبقى اكتر، كل ما الاوستيوليسيس هتبقى اكتر، كل ما الاسبتيك لوزنينج هيبقى اكتر. فيبقى احسن حاجه في الدنيا ايه؟ ان احنا نلاقي مفصل ما بينزلش وير دابريز خالص. اوكي؟ فعشان نلاقي مفصل ما بينزلش وير دابريز، الناس قعدت تفكر من زمان. جربوا الاول كونفنشنال بولي اثيلين، يحطوا عليه سمول اد ميتال او سيراميك، لقوا ان الوير عالي جدا، اوستيوليسيس عاليه جدا، وبالتالي الايسبتيك لوزنج عالي جدا، والريفيجن از فيري فريكوينت. وفي نفس الوقت احنا عايزين السمول هيد ما كانتش تدينا رينج كويس وستابيلتي، فقالوا خلاص احنا نكبر الهيد عشان ناخد رينج اوف موشن اكبر وستابيلتي اكبر. بس لو ان هم كبروا الهيد من 22 ل 28 ل 32 ل 36 وايفن في 38. بس لو ان هم لما بيكبروا الهيد الوير بيزيد، لان احنا زودنا السيرفيس اريا. فانت كل ما هتزود السيرفيس اريا بتاع الحاجتين اللي بيحطوا في بعض هتزيد الموشن بس هيزيد الوير. فده ما حلش المشكله، فقال لك يبقى المشكله ان احنا ندور على بيرنجز الحاجات دي فيها اقل، فابتدوا يستعملوا البيرنجز الجديده اللي طالعه موضه، الماتل اون ماتل، السيراميك اون سيراميك، ولقوا ان الكونفشنال بولي اثيلين ما ينفعش، فعملوا الالتر هاي مولكيولر ويت بولي اثيلين، وبعدين عملوا له كروس لينكينج. هتسمعوا دلوقتي هايلي كروس لينك بولي اثيلين. ايه فكره هاي لينكينج الكروس لينكينج اوف بولي اثيلين؟ لقوا ان الكروس لينكينج اوف بولي اثيلين بيزود الريزيستنس تو اديسيف اند ابريسيف وير، وبيقلل اللينير والفوليومتريك وير باي 42 to 100%. ده حاجه عظيمه، ايديا، يعني ده اجمل حاجه في الدنيا. بس الكلام ده براكتيكالي لسه برضه مش واضح قوي. اوكي، ذا اذر بروبلم ان هم لما عملوا هاي كروس لينكينج للبولي اثيلين
بقى مور بريتن فبقى ليه كسر، فبقى كل ما تحاول تحسن حاجه حاجه ثانيه تضرب. دي تظبط البنطلون الجاكيت ده. السيراميك اون سيراميك، الالومنا كان ماتيريال كويس جدا لانه الوير بتاعه اقل من الميتال اون ميتال واقل من الميتال اون بوليأثيلين، بس في نفس الوقت ات وازنت سترونج انف، فحطوا عليه زيركونيا. الزيركونيا جربوه لوحده ما كانش ثيرمالي ستيبل، فاغلب السيراميك اون سيراميك الموجودين دلوقتي ار كومباينيشن اوف زيركونيا الومنا وشويه حاجات ثانيه مش هخش فيها، حاجتين ثلاثه كده صغيرين، لكن دول المين يعني 80% من السيراميك بيبقى كده ومعاكم مش فاشل. اوكي الميكس اوكسايد ماتيريال اللي هو ما بين الالومنا اوكسايد والزيركونيا اوكسايد بيديك الميستين، بيديك الهاي سترينث اوف زيركونيا والثيرمال ستابيليتي بتاعت الالومنا وده اكسلنت وير ريزيستنس. فالناس قالت لك ايه ده السيراميك اون سيراميك احسن حاجه، انا مش بقول كده عشان الناس تقول خلاص دكتور شيف قال ان السيراميك اون سيراميك احسن حاجه، لا ما احنا ما قلناش كده. المحاضره دي مش شغلتها انها تقول لكم اني بيرنج احسن بيرنج، اوكي؟ لكن احنا بنقول ان المميزات المتعلقه بالترايبولوجي. في مشكله في السيراميك نتيجه الترايبولوجي برضه ان هو سكويكي. طب ايه يعني من الماتل والماتل الناس قالت عليه بيزيق، العين يجي يقول لك ايه ده المفصل بيزيق يا دكتور. واحنا سمعنا في محاضرات بره ناس مصوره فيديوهات لعيانين بتزيق. مصور فيديو العين وانت سامع التزييق، فاهم يعني؟ فالموضوع في السيراميك وان سيراميك السويكينج ما هواش بسيط، ده السويكينج ده بيحتاج ان المفصل يتعمل له ريفيجن. ما هواش زي الماتل والماتل، الماتل والماتل بيروح السيراميك وان سيراميك السويكينج ما بيروحش ولازم المفصل يبقى ريبارد. اوكي؟ طيب والماتل والماتل ايه ميزته؟ لا الديسلوكيشن اقل لان بيقدروا يكبروا الهيد اب تو 38 والاوستيوليسيس اقل والاي سيبتك لوزنج اقل. طب ده حاجه جميله جدا. يبقى نستعمل ماتل والماتل. طب بلاش سيراميك اون سيراميك. لا في كونسيرنز وذ ماتل والماتل لانك اول ما بتحطه بيحصل له رابد وير في الاول وبعدين الوير ده بيسقط. الرابد وير ده بيديك الفيتد ماتل اينز في البلاد ممكن يعمل لك ميتالوزس وممكن الريسبونس للاينز اللي بتطلع دي والوير بارتكلز يعمل لنا حاجه زي الكوروجن اللي هنتكلم عليها حالا. والمثل والمثل وير بروبرتيز دوت بتعتمد على فاكتورز كتير جدا 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 ممكن نغير فيها الفاريبلز دي لحد ما يوصلوا للايديا. وهم ايه؟ الوي كومبوزيشن، ادهيرنس بين الكومبوننتس، الدايمتر اوف ارتكيليشن، حاجات زي الدكتور محمود عبد الكريم قالها الصبح، السلايدنج ديستنس، الاورينتيشن اوف ذا كومبوننتس، تايم فروم امبلانتيشن. فالموضوع از كومبلكس وفي الاخر كل الناس بتعمل تجارب بحيث انها توصل للايديال بيرنج اللي يشابه السينوفيال جوينت. طيب يعني ايه كوروجن بقى اللي قلناها دلوقتي دي؟ هل الكوروجن دي وير؟ يعني مش محتاجه ميكانيكال اكتيفيشن، مظبوط؟ طيب الكوروجن دي بتقول لك قد ايه دابريس هتطلع من الماتل ده او قد ايه ماتل هيطلع من الامبلانت اللي احنا حاطينه تو ذا سراوندينج تيشوز. اوكي؟ ولقوا ان في سيستميك ريليس اوف نيكل كروميوم وكوبالت والحاجات دي قالوا ان هي غالبا ليها توكسيك افكتس او الرجيك افكتس او ايفن كارسينوجينيك افكتس، وقالوا ان المعدن المسؤول عن هذه الحاجات اللي بتطلع سيئه هو الستينلس ستيل وتو الاس اكستنت الماتل اون ماتل باك. خلاص؟ زي ما قلنا كوروجن از نوت اوير ميكانيزم بير سي لان هي مش محتاجه ميكانيكال اكتيفيشن بس ريليتد للترايبولوجي، ازاي؟ هي بتلور الوير ريزيستنس بتاعت الماتل اللي احنا حاطينه. يعني لما يحصل كوروجن الوير ريزيستنس بتاعت الامبلانت بتقل وممكن الامبلانت يحصل له ايه؟ فيلر، فتيج او فيلر، يتكسر. والكوروجن دي لازم هتحصل الا لو عالجنا الماتل ده بطريقه ما اللي هي بيسموها الباسيفيشن او كوننا عليه اوكسايد لاير من بره او باسيف لاير من بره عشان ما يحصلش منه كوروجن. اوكي؟ هيتعمل له كيميكال تريتمنت، حط له اوكسايد لاير ما يعملش كوروجن. يعني باختصار عايزين نخلي الماتل او الامبلانت كوروجن ريزيستنت. ازاي؟ الستينلس ستيل اللي بيستعمل في الاورثوبيدكس اللي هو 316 ال واحد من الاكزامبلز، جنب الايرون في كروميوم، هو في حاجات تانية برضه، بس جنب الايرون في كروميوم، والكروميوم هو المسؤول هنا عن الفورميشن اوف ذا اوكسيديتيف لاير اللي هي بتعمل الستينلس ستيل باسيفيشن، يقوم انت لما تحطه في العيان ضامن ان العيان ده مش هيحصل له ايه؟ كوروجن.
لقوا كمان ان التيتانيوم احلى من الستينلس ستيل والكوبالت كروم. الكوبالت كروميوم والستينلس ستيل فيهم كروميوم بيساعد انك تكون اوكسيديتيف لاير، لكن في حاله التيتانيوم، التيتانيوم هو من نفسه كان فورمد اوكسيديتيف لاير، فعشان كده قالوا عليه انه بيسلف باسيفيت. يعني قال لك التيتانيوم ده هو بيغطي نفسه بنفسه يبقى كوروجن ريزيستنت لوحده، عشان كده قال لك التيتانيوم ار ليس سسبتبل لكوروجن وديجريديشن، وعشان كده ممكن يتساب. عشان كده تسمعوا دايما الناس تقول لك ايه تيتانيوم امبلانتس احسن من ستينلس ستيل، ويجي لك العين يقول لك يا دكتور انا عايز شريحه تيتانيوم مش شريحه حديد عاديه. التايبس اوف كوروجن هي ايه؟ لو الباسيف لاير دي فضلت سليمه اتفقنا مش هيحصل كوروجن. طب لو الباسيف لاير حصل لها فراتين هيحصل كوروجن. يعني ايه فراتين؟ يعني ايه ميتال فراتين؟ حد يعرف اكزامبل احنا بنعمله كل يوم الفراتين ده؟ قول الشريحه لو كربشت الشريحه ده اكزامبل. في اكزامبل تاني مهم لو تنيناها لو ما تكربشتش مش شرط راس المسمار في الشريحه ده هيدينا حاجه اسمها كرافيس كوروجن. لو البنطه لو ما حطيتش سليف، هم اخترعوا سليف ليه؟ السنترال والاكسنتريك، عشان لو البنطه خبطت في الشريحه وانت بتحط مسمار اكسنتريك ده بيعمل فراتين ويحصل كوروجن عند الخرم ده. وبعد كده بتشوفوا هتفهموا من الكوروجن دي شويه حاجات بتشوفوها في الاكس ريز بعد كده. فالكوروجن ممكن تحصل لو حصل ابريسيف دامج او فراتين، اوكي؟ او سيرفيس كراكس. السيرفيس كراكس هي اللي ممكن تنشا من التاني اللي انت قلت عليه. تاني حاجه لو الحاجات دي ما حصلتش ممكن الفيلير تحصل باي كرافيس كوروجن اللي قال عليها الدكتور ياسر، بين راس المسمار والعظمه او بين البليت والعظمه، ده بيبقى نتيجه اللو اوكسجين كونسنتريشن. موفمنت تو تايبس بالظبط. هقول لك على التو تايبس اوف ميتلز دي جايه في السلايد اللي جايه حالا. تالت حاجه الاستريس كوروجن، ودي ريبيتد لو ستريس، اوكي؟ كوروسيف انفايرمنت، يعني انت عملت مثلا خبطت الشريحه بالبنطه فعملت ميتال فريتنج، وبعد كده ابتدى قلت العيان ابتدي يدوس بعد شهر ونص، انت شفته كلينيكالي يدي يبتدي يدوس لقى البليت كسر. كسرت ليه؟ لان حصل لها ستريس كوروجن. ده الستريس كوروجن بيخلي البليت تفيل قبل الفاتيج لايف اوف ذا امبلانت. يعني اشمعنى ده خليته يدوس بعد شهر ونص والبليت كسرت، واحد تاني خليته يدوس بعد شهر ونص والميتال ما كسرش، والشريحه هي هي نفس كل حاجه، نفس الماتيريال، نفس الشركه، نفس الجراح، نفس كل حاجه. ده كسر ليه وده ما كسرش؟ عشان حصل كروسيف انفايرمنت وده خلى الفتيك فيلير تحصل اسرع، اللي هي بنسميها ستريس كوروجن. في حاله الديسيلر ماتيريالز اللي هي اللي حضرتك قلتها، لما تحط شريحه ستينلس ستيل ومسامير تايتانيوم يحصل ايه؟ بطاريه. اوكي؟ احنا عارفين ان احنا لو حطينا تو ماتيريالز في فلويد ان كونتاكت هيحصل بينهم كارنت، جالفانيك كارنت او جالفانيك كوروجن، والبيز ميتال هيتاك. اوكي؟ ده اللي بيحصل في لما تحط تو ماتيريالز مختلفين. والكلام ده كان بيحصل زمان، بيقولوا ان دلوقتي عشان الامبلانتس باسيفيتد والميتال از بيتر والسبستنسز ار بيتر، فالكلام ده شويه الخوف من التو ديفرنت ماتيريالز از اكزاجيريتد. بس ات ذا سيم تايم خلينا في سيف سايد، عشان احنا عندنا هنا شرايح معموله في امبابه وتحت السلم وفي الديزاين وحاجات كتير. مسامير على حاجه ثانيه، ميتال مختلف. طيب نيجي لاخر حاجه الكوروجن في التوتال ايك. الكوروجن في التوتال ايك ممكن تحصل، ممكن ات ماني ليفلز. ممكن يحصل جالفانيك كوروجن ما بين الامبلانت اللي انت حاطه في الريفيجن توتال ايك والبليت القديمه او السكروز اللي انت مسبب بيها تروكانتر في التروكانتريك اوستيوم. ممكن يحصل في موديولار ستيم بين الحتت اللي انت مركبها يحصل فراتنج، والفراتنج ده يعمل كوروجن ويكنج اوف ذا جنكشن والامبلانت بتاعك يكسر. ممكن بين الهيد والنك يحصل فراتنج كوروجن. اوكي؟ وفي الكاب حاجه من الحاجات المشهوره اللي بنحطها السكروز. تسمعوا الناس اللي بتركب سمنتلس كابس يقول لك ما تحطش سكروز. انا مثبت سمنتلس كابس من غير سكروز. طب ليه ما نحطش سكروز احسن؟ ما تثبتها. لا، في خوف من السكروز ان هي تعمل فراتنج، والفراتنج ده يؤدي الى كوروجن والكاب يفيل. او يحصل حواليه اي سكتيك لوزنج نتيجه الرياكشن وذا بارتيكل دابريز والكوروجن اللي بتحصل منها. وفي البيرنجز الميتال اور ميتال زي ما قلنا لما واحنا بنتكلم عليه انه لما يعمل وير هيطلع ميتاليك اينز، والميتاليك اينز ممكن يتسببوا في كوروزن انفايرمنت او كوروجن او كوروجن برودكتس. وقالوا ان الكوروجن برودكتس والميتال اينز والدابريز بتعمل لوكال انفلاماتوري ريسبونس، وده بيزود الاوستيوليسيس والاي سكتيك لوزنج.
اوكي دي المحاضره اي هوب انكم تكونوا خدتوا نقطتين ثلاثه منها فريكشن وير اند نوتيفيكيشن وهي علاقتها بالعظم اوكي ريدنجز عندكم الحاجات دي كلها ينفع تاخدوا منها ترايبولوجي وعندكم الحاجات دي كلها ينفع تاخدوا منها البروجكت هو فيزيكال اورثوبيديك ساينس طبعا اوكي جود لك